وزخرفه وقواعد للدروش ومسكات. جاي على بالي ارسمها قبل ما نبلش شغل. ليك بصراحة يا دانييل، أنا بحياتي ما شفت حدا مثلك بيتحمس لأنه في عنده شغل كتير. معقول ما أتحمس وهالشغل هذا كتير بحبه؟ كيفه بابا الحلو؟ بنوتي مرحبا. أهلين. مو لازم تكوني عم تسبحي؟ أنا خلصت تدريب اليوم وجاي أحكي لك عن حديثي مع برونو. عن نرجس؟ أي، وإنها هددت روزا بالقتل. هو كتير مصدوم بابا. ليش ما كان بيعرف؟ شو تفاجأت؟ ايه تفاجأت. إجا من الجارفي على تومار على بيت خالته يلي ما بيعرفها، وأمه كمان ما حكت له ليش ضلت سنين بعيدة عن أختها روزا. حقي اتفاجأ. عادي، يمكن نرجس خجلت إنه تحكي له هذا الشيء لبرونو، صح؟ إنه هي هددت أختها بالقتل. صح، وأنا كمان لو ما كان بخاف ابني يحكم أوكي بهالشي بفهمها لنرجس. هلأ فهمت إنه أنا الوحيد يلي ملاقي هالغموض غريب شوي. مزبوط بابا، بس أنا لازم ضل منتبه على نرجس وعلى كل تصرفاتها. لا طولي بالك يا صوفيا، لأنه أنا بالذات حذري من نرجس ما جاب لي غير المشاكل وبس. تأخرت وتعذبت كتير لقدر ترجع حياتي مع روزا. بابا ما رح نكش، وأعرف شو في ورا نرجس، ما في سبب لهذا الشي، بس رح دير بالي على برونو لأنه بيهمني. هذا الشي خطير صوفيا، خطير. ممكن تأذيني وتأذي حالك وتأذي روزا وتأذي برونو كمان. ليش؟ بس لأني بدي أحمي برونو من أمه المجنونة والمتحفل. إسيا لنرجس يا صوفيا، نرجس أمه لبرونو، مستحيل تفكر إنه لا تزي. بابا، أن تجبره يعمل شيء محارب وما بده ياخذ ما اسمه القرارات اللي بتتمنوها، يعني بابا ما لازم تدخلي فيها. إذا نرجس بتحاول أن تقرب على برونو ما رح ضل ساكتة أبدا، ما رح ضل ساكتة. هذا كل شيء عندي. خلاص كملوا شغلكم، يعطيك العافية، يلا باي باي.